بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. عاملين ايه يا حبايب؟ اتمنى ان انتم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جرس الافران. طبعا احنا بنبقى راغبينها، ما بنيجي نشتروها، فديت هنعملها في البيت. وطبعا ما هيش هتكون متكلفة في الفرن زي اللي احنا بنعملها هنا، معمولة ومضمونة من ايديك، تعملها من ايديك وعيالك يرغبوها الصبح. وهنشوف هنعمل كده ازاي مع بعض، بس يا ريت اول الفيديو نضغط على لايك ويخليكم معايا. انا عندي المكونات اهو، ده كيلو دقيق اهو، ودي نص مج زيت، وعندي سكر، وعندي بضايه، وفي بضايه يبقى فيه فانيليا، وعندي اهو ده باكو بيكنج باودر، وده سمنه بس انا مسيحاها، ودي رشه ملح. اي معجنات الواحد يحط عليها شويه ملح عشان كلوريد الصوديوم، الملح الطعام ده اسمه كلوريد الصوديوم، بيساعد على رفع العجينه. وعندي لبن اهوت، وعنده باكو خميره فوريه. هنشوف كده نعمل ايه. انا هاخد اول حاجه الدقيق، ما اوسع لنفسي شويه كده اهو، ادي الدقيق عندي اهو. هحط المكونات الجافة الأول، هحط عليها أدي السمسم أهو. السمسم ده طبعا إحنا عارفين فوائد السمسم للمخ، يعني فيه زيت السمسم، وفي ناس بيجيبوا سمسمية لعيالهم الحلاوة اللي هي اسمها الحلاوة العلف، دي كلها سمسم كويسة لمخ الأطفال. يعني أنا بحط المكسرات والحاجات ديت في الأغذية عندي، هحط السمسم في حاجة زي إيه، لأن ده كله بيفيد أيام الدراسة. انا بعمل الحاجات دي كمان يعني بالعنية كده، متعمدة، عشان ايام الدراسة دي بتساعد على التركيز. السمسم ده احسن حاجة للمخ والتركيز اثناء الدراسة. وهحط السكر، شوية سكر كويسين يعني كده، وهحط رشة الملح، وهحط البيكنج باودر اهو. كل ده، كل المكونات الجافة مع بعضها، وادي الخميرة الفورية، اخلط كله كده على بعضه اهو، شايفين كده. كله اخليه كله يتجانس في بعضه كده، اخلط كويس. وهاجيب الحاجات السايله، المكونات السايله دي، البيضايه اهي، حطيت بيضايه يبقى لازم احط فانيليا، عشان طبعا ريحه البيض. داكو فانيليا اهو، واحط الزيت، وحط دول مع السمنة البلدي بس أنا مسيحها أهو، وأخلط كله مع بعضه كده. أهم حاجة الواحد يدخل الهواء في كل ذرات العجين، ولذلك اي حاجه تحطيها الواحد لازم يخلط كده كويس، اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، اجلب كله كده. وبعدين احط اللبن، احط اللبن يعني بالتدريج مش على بعضه. لو لينه عندك تحط شويه دقيق، لو اصبحت لينه يعني، لو ناشفه تحطي لبن اهو. هضطر ان انا اعجن بايدي، اللبن الواحد يحطه بحذر،
حط شوية لبن كمان، وهأكمل عجن وارجع لكم تاني. انا عجنتها اهيت لحد ما تبقاش تلزق في ايدي، يعني افضل اعجن فيها كده، وبعدين هغطيها بفوطة زي ديت كده اهي. واسيبها زي نص ساعة كده في مكان دافي زي ده هوت لحد ما ترتاح، ونرجع تاني بعد ما هي ترتاح كده نرجع تاني. اهو كده بعد ما عدى نص ساعة اكشفها هيت كده، راحت حلوة خالص اهيت. هكورها يعني لا نشابة ولا حاجة، اهو كده كرة كده اهي، وابططها كده بايدي كده. اهو يعني فرد بايه بايدي كده، وهحطه في الصينية، الصينية جنب اهي كمان اهو. اكورها كده، لو انت عاوزة تحشيها كاكاو او تحشيها ملبن او تحشيها جبنة او اي حاجة تحشيها، بس انا ما حبيتش ان انا احشيها عشان يعني عندنا الجماعة في البيت بيحبوها يعني كده اهي، لا نشابة ولا حاجة، فردة بسيطة كده اهي، اسويها من الطروف بتاعتها واهي شايفين كده اهو، واخلي فيه مسافة بين الواحدة والتانية. اهي المها كده كده اهو، وقف افرتها كده على كف ايدي كده اهي، يعني انا محتاجه ان انت حاجه تفردي عليها على السريع كده، ولذلك انا بحب الجرس دي. طبعا الفران مش هيكلفوها زي ما احنا بنكلفها ونحط لها الحاجات الحلوه ديت اهي، اعملها على بعضها كده في الصواني هنا عند صينيتين اهوت، وبرجع لكم تاني. اهو انا عملتهم اهم صينيتين اهم. هاجي اجيب بيضايه، بيضايه اهيت وحطيت عليها اصل فيه بيض، يا اما تحط خل يا تحط فيه يا تحط فانيليا. حطيت باكو فانيليا عليها وفرشه زي ديت اهيت. هادهن الوش طبعا، الفانيليا مديه ريحه روعه، ويا سلام وهي في الفرن ريحه الفانيليا دي بتطلع، تبقى تحس ان في خير في البيت كده كله هوت. هكمل دهان وشهم بالبيض وارجع لكم تاني. وحاجي عندي شويه سمسم زي دول اهمت، هحط عليهم شويه سكر اهو، واخلطهم في بعض. وهاجي على وشهم هنا كده، على الوش كده، واحط بس احط يعني بحذر كده اهو، احط السمسم والسكر زي الجرس بتاعت الافران بيبقى على وشها. السكر ده بتكرمل لما بيدخل النار وبيديلها لمعة يحمرها يعني، وطبعا مرغوب الطعم يبقى بشاي على لبن الصبح اهو، التكة يعني تتكية كده عشان ايه السكر والسمسم ما ينزلش
تتكية بسيطة كده، بس مش تتكية يعني جامدة، تتكية بسيطة كده اهو. هكمل الصينية اللي فاضلة ديت وارجع لكم تاني. اهمت خلصتهم اهمت، حطيت لهم السكر والسمسم على وشهم هما الاثنين، وهغطيهم وحطهم بفوطة اهيت. لما يرتفعوا نص ساعة كده ونرجع تاني، هكشف الفوطة من عليهم اهوت. هي كده خدت زي نص ساعة كده كويسة كده، هدخلها الفرن ولما تطلع من الفرن نشوفها مع بعض ان شاء الله. وهي بسم الله ما شاء الله، بعد ما طلعتها من الفرن الكهرباء طفت معلش عشان الإضاءة، عملتها هي طالعه ريحه ما شاء الله، ريحه الفرن كده تحس ان البيت كله كده بخير. ما شاء الله هي من جوه شايفه هشه زي السفنج من جوه. اتمنى ان انتوا تجربوها، وحاجات كلها عندنا في البيت. واخيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.